فهم حفال الليل هم وقفات نتجمل وهيبة وصيت أبنى سحيمان لا جات المواقف تكسب الأولى الله يحييك عند الليل بقمة المجد صيت والمجد ما يصنع بالفعل يا نواف غير آله المجد ما الليل أصحاب تشعر يا فوزي عليهم قريت نقرا عليها الفلق والحمد والكوثر مع الزلزال إن كان تبغى تدور بالعرب علم يجمع لقيت والعلم الآخر لي منك زعلت بلحظة تحصل تقول عندك خبر يا صاحبي وقول توي دريت ونعودت للقراية كلكم تكفيكم البسملة عندي خبر بس قل لي يا وسيع المعرفة وش بغيت والطيب يتعب الرجل يوم النار دابه أنا لي شفت فوزي ما طار لي غير راع الوانيت يحتر يبرد مع الطرقة ولا تمسك بها الفرملة دقنن يا طيب طيب ودقنن يا طيب طيب ودقنن ما شط بحنا وزيت العلم هذا يا بالي شاعر يعالج المشكلة بشوت انا ضافية يا صاحبي يا الليل بس تلقيت لا تجعل مجادنا والمعرفة والعز والمنزلة يا اللي تدور حلول المشكلة في رحلتك وشنيت والورم يزداد في راعيه لين الطب يستاهل انت لقيت البشوت وغيرها ما قلت لي وش لقيت الله يلبشت متروكة لا تطرح الا عقيد القوم لا منك بسيفك غزيت لا ترجع الدور اللي يقطع الساق وكل شقله
أنا عطيتك خبر وأنا عطيتك خبر وأنت سريت وغديت جعلك تجيب الخبر يا صاحبي ليا ملك المقبلة كثرة وصاياك يا نواف يومك تحسب اني نسيت الله يا كثر الوصايا تالي الايام ولا سيله يا صاحبي لو يحط الحي بين الناس في قبر ميت حطيت فوزي وطلعنا من قبور القصي مبداله عبد العزيز الإمام مورد جيش على عديته العلم من منبعه والسيف الأبتر عارف منزله طوب كيف الغلا يمكن إذا بحر معناك لكن الله 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 عسى عز يزير وما العز قبل يضيع مستقبله